الشمس. العفو التشريعي العام ملف يتناقش. احنا مع ايماننا العميق بانه زملائنا هذوما اللي تعرضوا بالعفو التشريعي العام ترفع عليهم المنظمه ويرجع روحهم ويتنطر، اما زاد نحسوا انه ساعات التعيينات تكون على حساب السد القدم، يعني ما يتحط على انه بنت السي صادق الشتور تحطت تعيينات في تونس واحد، يعني هي استاذه علوم طبيعيه انتدبت العفو التشريعي العام، عندنا زملاء شكون عنده 15 سنه و12 سنه و10 سنين مخدم وحالات انسانيه متاكده يحبوا يدخلوا تونس الكبرى ما دخلوش، وقسم العفو التشريعي العام يعني يخدم هذول يخيروا حتى فين يخدم، الحقيقه تحسوا ما فماش عداله بين الزملاء. العفو التشريعي العام سيد الوزير والكلام اللي كان يقول فيه نجيب السلامي في موضوع العفو التشريعي العام، ولو كان فرد مره تعطينا فكره على قديش عدد المتمتعين بالعفو التشريعي العام اللي انضافوا لوزارتكم. العفو التشريعي العام انا تحدثت اكثر من مره وقلت ان هذه المساله منظمه بقوانين الدوله، بدايه بالمرسوم الذي صدر يعني في سنه 2011 وانتهاء بالقوانين المنظمه التي تبني المسار المهني. نحن في وزاره التربيه لدينا انتدابات عن طريق العفو العام، هذه تسمى انتدابات مباشرة، لسنا نحن المحدد فيها. هناك من يتوهم ويعتقد أن الوزراء في أي وزارة هو ينتدب بصفة مباشرة، أي انتداب مباشر لا يتم إلا عندما توافق عليه الهيئة العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية ويأتي عن طريق رئاسة الحكومة. أغلب الذين كانوا اضطهدوا في السابق بانتماءات سياسية مختلفة، سواء من حيث انتدابات أو من حيث معناها إعادة إلى العمل، هم أغلبهم من وزارة التربية، تقريبا 1250 حالة، وهي معناها العفو العام كل الانتدابات التي تمت فيه 6500 حالة، ومعهم شهداء الثورة وعائلاتهم وجرحاها بنوصلوا كل إلى 9500 حالة تقريبا. كل تشوفها على مجمل الانتدابات العامة اللي تمت من 2011 إلى الآن حوالي 130 ألف انتداب، يعني تلقاها شيء قليل، وعندما تقارنها بمجمل الانتدابات التي كانت تتم قبل 2010 لأسباب ولائية أو محسوبية أو انتماء للتجمع أو علائقية أو حتى رشوة وكذا، ستجد أن على مئات الألاف متاع الانتدابات هذه الأشياء، لأني أنا صحيح في الانتدابات اللي عندي الإسلاميين هم الأغلبية لأنهم هم تعرضوا للسجون في عام 91، لكن في الانتدابات هذه متاع العفو العام وإعادة الانتداب الذين طردوا فيها يساريين وفيها قوميين وفيها ليبراليين وفيها حقوقيين وفيها نقابيين. وبالنسبة لقضية التسمية التقليد الجاري به العمل هو أن معناها نعطوا الأولوية لمكان سكن الشخص إلا إذا ما لقيناش حالات، ولكن احنا أعطاك الحالة متاع بنت شورو، أعطاني الحالة متاع بنت شورو وثم حالات أخرى ينتموا إلى تيارات يسارية وقومية وحتى هم تلقاهم مش بعيد على تونس وشبه وكذا. وبالتالي هو قال في اختيار مكان العمل ما تمش احترام القواعد المعمول بها، ناس طالبة عندها سنين ما خذتش، وهذه في إطار العفو التشريعي العام خذت، فما منه؟ ثم منه.